أسعد الله أوقاتكم متابعين الكرام في مملكة أتلانتس الجديدة. تحية طيبة لكم المستمعين الأعزاء في أرجاء المملكة. سيداتي وسادتي المستمعين، على الود نلتقي ونرحب بكم في حلقة جديدة ولقاء جديد لبرنامجنا الأسبوعي حصة إخبارية ميكروسكوب، لتسليط الضوء على الشخصيات الإدارية ورؤساء الفروع والأقسام في وزارة الثقافة والفنون والآثار، برعاية جلالة الملك هارون آيدن المعظم وسمو معالي رئيس الوزراء الأمير محمد العبادي. نستضيف في لقائنا اليوم سعادة السفير عبد الرحمن عصفور، رئيس قسم المهرجانات والحفلات في فرع المهرجانات والنشاطات الثقافية الداخلية والخارجية لوزارة الثقافة والفنون والآثار، والفائز الأول في مسابقة الأنشودة الوطنية للمملكة والتي أطلقتها وزارة الثقافة والفنون والآثار. أهلا وسهلا سعادة السفير. أهلا بك أستاذ دنيا، ويسعد أوقاتكم مستمعينا الكرام. بداية تحياتي للملك هارون آيدن ملك مملكة أطلانتس الجديدة، وسمو الأمير الدكتور محمد العبادي رئيس الوزراء، وسعادة الوزيرة الدكتورة جلنار سهام بن شعبان وزيرة الثقافة والفنون والآثار، وجميع وزراء وسفراء ومواطني مملكة أطلانتس الجديدة. أهلا وسهلا سعادة السفير، ممكن تعطينا فكرة ونبذة مختصرة عن آلية عمل قسم المهرجانات والحفلات التابع لفرع المهرجانات والنشاطات الثقافية الداخلية والخارجية لوزارة الثقافة والفنون والآثار، وما هو دور القسم وأهميته للمملكة؟ أشكر معالي الوزيرة الدكتورة جلنار سهام بن شعبان على تعييني رئيس قسم المهرجانات والحفلات في هذا الفرع. ومن أولويات هذا الفرع الاهتمام بالمهرجانات والتحضير لها والتنسيق مع الجهات المختصة في الداخل والخارج، حتى يكون هذا الفرع واجهة حضارية للمملكة حاضرا ومستقبلا. وهناك خطط عمل تنتظرنا للقيام بها، وتحضيرات مع الزملاء الفنانين مطربين وموسيقيين لأعمال فنية لمصلحة مملكتنا العتيدة سوف نعلن عنها لاحقا. سعادة السفير، ما رأيك بفكرة النشيد الوطني الذي أطلقته وزارة الثقافة والفنون والآثار برعاية معالي الوزيرة جلنار سهام بن شعبان، والذي فاز بالمركز الأول سعادتكم؟ ألف مبروك، كان نشيد رائع جدا يستحق الفوز طبعا. لمملكة أطلانتس الجديدة كانت فكرة ممتازة ومميزة، وخطوة سباقة من سعادة الوزيرة الدكتورة جنار سهام بن شعبان. وقد تقدم عدد كبير من الشعراء والأدباء والكتاب بقصائد كثيرة تغنوا بحب وثقافة وعدالة ومساواة مملكة أطلانتس الجديدة، وكانت قصائد جميلة ومتنوعة. وتقدمت بقصيدة من تأليفي وفازت بالمرتبة الأولى لله الحمد، وكانت بدايتها على النحو التالي: على الأرض في دولي ذكية عم تخلق من جديد، مملكة حلوة وقوية نبنيها إيد بإيد. بناء المملكة القوية يجب أن يكون إيد بإيد كي تكون مملكة متكافئة، كذلك النشيد الوطني بنيناه إيد بإيد، فهو من كلماتي وألحاني. أما التوزيع الموسيقي والتسجيل في الاستديو للمبدع باسل شحادي، وغناء المطرب الفنان بسام خليفة المميز. كل الشكر لفريق العمل الذي ساهم في نجاح النشيد الوطني لمملكة أطلانتس الجديدة. سؤالنا التالي بخصوص الأنشودة، ممن استوحى سعادة السفير عبد الرحمن كتابة النص للأنشودة الوطنية التي فازت بالمركز الأول نصا ولحنا وإداء؟ ممكن تحكي لنا عنها سعادة السفير؟ حبي لمملكة أطلانتس الجديدة كان السبب لكتابة القصيدة، والحمد لله كانت ناجحة على صعيد الكلام واللحن والغناء. ومن مجال عملي بالفن وصداقتي مع الموزعين والمطربين، اخترت صديقي الموزع باسل شحادي
وقد حاز على شهادة التوزيع من المملكة. أما اختيار المطرب بسام خليفة لأداء النشيد كان السبب صوته الجميل المناسب لغناء النشيد الوطني لمملكة أطلانتس الجديدة. في نهاية لقائنا نشكر سعادة السفير عبد الرحمن عصفور رئيس قسم المهرجانات والحفلات التابع لفرع المهرجانات والنشاطات الثقافية الداخلية والخارجية لوزارة الثقافة والفنون والآثار لإتاحة الفرصة لنا للتعرف على آلية عمل القسم. كذلك نبارك له الفوز بالمركز الأول لحرل الأنشودة الوطنية. ألف مبروك سعادتكم، تهانينا. كل الشكر لحضرتك أستاذ الدنيا، شكرا كتير على المقابل الحلو القيم، فتحت لنا مجال نحكي عن النشيد الوطني ونشاط وزارة الثقافة والفنون والآثار في مملكة أطلانتس الجديدة. شكرا جزيلا سعادتك، تشرفنا بوجودك معنا. أحبتي المستمعين، وعلى الحب والود نلتقي وفي حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامجنا الأسبوعي حصة إخبارية ميكروسكوب. تقبلوا تحياتي جميعا، محدثتكم دنيا الموت الشمري.